اعتقد يعني كتير جدا من علامات الاستفهام حوالين طاقم الفار. طبعا ربما يعني احنا بنتكلم ان سواء ماريا ريفت الموريشيسيه او بنتكلم في عادل زراق المغربي، هما بالنسبه تصنيفهم داخل الاتحاد الافريقي لحكام الفار ان هما من حكام النخبه في الفار، ولكن احنا مرينا ببعض التجارب السيئه سواء في البطوله مع فريق زي سيمبا او مع نفس الطاقم في السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمه. وعشان نقول لكم مخاوفنا اللي مش نابعه ان احنا يا جماعه، عشان البعض ما يعتقدش ان احنا بنستدعي التحكيم بلا مبرر، احنا بنكلمكم في معطيات بسيطه جدا. حكم ليس لديه تاريخ، حكام موجودين في تقنيه الفيديو لديهم اخطاء، النادي الاهلي بيتعرض لاخطاء مع هؤلاء الحكام داخل البطولات المختلفه، واعتقد كان في خطا واضح اسامه مباراه سيمبا في مباراه سيمبا، يعني ممكن نشوف الخطا ونرجع نعاقب. دي لعبه جدليه جدا جدا. تمام، ركله جزاء الاهلي ولا ركله حره مباشره على كهربا؟ اما نيجي نبص على الكره دي هنلاقي بهدوء كده ان كهربا لمس الكره الاول. بص كهربا عمل ايه، لمس الكره الاول، اول ما يلمسها احنا نوقف، بس حصل ايه بعد كده؟ التصادم. كمل بقى بقيه اللعبه، حادثه، ركله جزاء، ركله جزاء. تمام، هنا اللي انا هقول لك واقع كحكم، عارف ايه اللي حصل؟ الحكم شاف كهربا قام وقوم اللعيب وفضل يعتذر له. انت في انطباع بتديه لحكام الفيديو وحكام المباراه، لا الكره ايه بنكملها عادي. بس الكره دي طبعا جدليه، هي الكره واضحه جدليه، كان لازم برضه الاهلي هنا كان يستحق ركله. يعني هنا حكم الساحه ما صفرش، وهنا بقى الحكم المغربي عادل زراق اللي كان على الفار لم يستدعي الحكم. والفكره ان هذا ليس خطا واحد، احنا هنروح لاخطاء اخرى، ولكن هذا الحكم المغربي كحكم موجود على الفار مليون علامة استفهام. لأن يا جماعة زي ما بقول احنا في اتحاد العاصمة كادت نتيجة المباراة تتغير لصالح بقى الأهلي، ثم حتى في سيمبا احنا كنا ممكن نروح لوضعية تسهل علينا كتير جدا طبعا. هناك في مباراة أنا لما شفت اللقطات دي وكهربا تحديدا قلت وكأنه قرار ضمني للكاف أو لحكام الكاف إن هم لا يحتسبوا ركلات جزاء لكهربا. أعتقد ده كان عادل زراق، مش أعتقد ده مؤكد، ده كان عادل زراق هو حكم تقنية الفيديو. لكن الأصعب اللي هتشوفه في مباراة السوبر الافريقي مع اتحاد العاصمه الجزائري، لان كان طاقم تحكيم الفيديو هو طاقم تحكيم مباراه الغد بنفس الكيفيه. نشوف الفيديو عشان عندنا تعقيب مهم. اللعبه دي حصل فيها سقوط داخل منطقه الجزاء لكهرباء، عشان بس افكرك بيها وافكر المشاهدين، وبعد كده الكره راحت لرضا سليم مشي بيها جوه منطقه الجزاء وكمل بالزبط. وحطها في ايد حارس المرمى. لو ركزنا في اللعبه، لا في مخالفه من مدافع اتحاد العاصمه على كهربا، كهربا نجح في اللي هو والله يا كابتن ياسر ده اللي انا بقوله بعيدا عن الانتماءات والله وموضوع اهلي وكده، انا شايفها واضحه جدا. طبعا رضا سليم دخل وكمل، بس احنا يعني بيقولوا لنا من واحنا صغيرين يا كابتن ياسر ان ضربه الجزاء ضربه جزاء، ما شفتها يعني ما سيبش اللعب يكمل. بص احنا دايما بنقول جمله والجمله دي لازم تاخدها علينا، احنا بنقول ايه؟ ان مفيش اتاحه فرصه داخل منطقه الجزاء. تمام بمعنى ايه مفيش اتاحه فرصه داخل منطقه الجزاء؟ دايما ركله الجزاء هي اعلى فرصه بياخدها اللاعب في الملعب. بالظبط يا كابتن. يعني النهارده رضا سليم خد الكوره وراح ومشي وبقى هو وحارس المرمى والجون قدامه كام يارده وبعدين حطها في حارس المرمى. فبالتالي بتبقى دايما فرص المهاجم وهو بيتحرك بالكوره اصعب. بالظبط. عشان كده بنقول ايه؟ الاسلم تمام انك تديله ركله الجزاء. ده احنا حتى كمان بنوسعها شويه وبنقول ان خارج منطقه الجزاء لما يكون اللاعب ليه مخالفه في قريبه من منطقه الجزاء وقريبه من المرمى تمام اديله مخالفه. لان برضه فرصه تسديده واحراز هدف منها تمام هيبقى برضه نسبتها اعلى. الحقيقه يعني انا شايف ان الحكم كان لازم في لعبه زي دي ان هو يحتسب ركله جزاء، اما وانه ما حسبش كان لازم حكم الفار يتدخل فيها وان هو يبقى ليه راي ويستدعي الحكم الملعب ويقول له ان في مخالفه على المدافع. ولكن للمره الثانيه هنقول ان حكم الفار اتفق مع حكم الملعب في القرار، بس المره دي حقيقه قرارهم هم الاثنين كان خطا وكان الاهلي ليه ركله جزاء لم تحدث. يعني ده راي واضح، راي خبير التحكيم طبعا
كابتن ياسر عبد الرؤوف. والحقيقه هي قصه ان انا امنح فرصه للاعب وما امنحش فرصه للاعب، دي من وجهه نظري في وجود حكم ساحه فقط لا غير. لكن بما ان انا خلاص بقى عندي طاقم التحكيم في او طاقم تقنيه الفيديو، حتى لو الحكم منح الفرصه لم يمنح الفرصه، في النهايه انا اقدر ان انا اوقف اللعب وخلاص اشتغل بروتوكول تقنيه الفيديو عادي. ولكن الحقيقه لا ماريا اشتغلت ولا عادل زراق اشتغل، والاثنين اللي كانوا موجودين في مباراه الاهلي واتحاد العاصمه الجزائري اللي كان خطاهم واضح ومؤثر في تغيير نتيجه اللقاء، برغم ان الاثنين دول هم اللي استدعوا حكم الساحه لاحتساب ركله الجزاء على مروان عطيه اللي فاز بها اتحاد العاصمه الجزائري، لازم يخلينا نحط 1000 علامه استفهام. لكن هنزود كمان 1000 علامه استفهام على عادل زراق وموقفه الغريب جدا ان هو كان لاعب محكم تم اصلا اعلان اعتزاله التحكيم، وكان في احدى المباريات في الدوري المغربي تم اعلان هذا الامر، ويعني دي لقطه من اعتزال الحكم التحكيم. فتخيل حكم اعلن اعتزاله التحكيم بيتم الترحيب بيه من اللاعبين مع ابنائه مع الجماهير بترحب بيه، كل الامور دي بتتم، وفي النهايه بيعود انه يكون حكم تقنيه الفيديو ويتواجد بشكل كانه على بطاقه النادي الاهلي. ده موضوع لازم يخلينا نتساءل، والقصه مش مبررات على الاطلاق. هنلعب ان شاء الله تحت اي بند وتحت اي ظرف، ولكن احنا هنا لازم يكون لنا صوت ويصل للاتحاد الافريقي لكره القدم. يعني المهم ان ده يكون واصل خلاص، يعني جبنا اللقطه واضحه. فاعتقد ده يطرح علامات استفهام كتير جدا لما نكون بنلعب سوبر افريقي سان جورج سيمبا التنزاني، سيمبا التنزاني 5 مباريات، يكون الحكم معانا في 3 مباريات منهم، 60% من مباراتي موجود، ويا ريته كمان قايم بدوره كحكم عادل، او بلاش حكم عادل من غير عادل، حكم بيطبق القانون براي خبراء التحكيم. فالحقيقه علامات استفهام كبيره جدا جدا جدا. واعتقد ان احنا يعني مش كل مره يا جماعه نتكلم عن قصه التحكيم والاختيارات اللي بتتم بالشكل ده، على المقابل بنلاقي مباريات اخرى في نفس البطوله بيكون لها أطقم تحكيم، مفيش غلطه بتشوفها، الغلط فقط لا غير بتلاقيه في مباراه النادي الاهلي، ومش بكلامنا، بكلام اراء خبراء التحكيم.